اهلا بكم اصدقائي الاعزاء في فيديو جديد ونموذج جميل من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله رغم اصابتها بشلل الاطفال في احد الساقين واستخدامها للعكازين بصفه دايمه، الا انها عندها اراده وعندها عزيمه. بقوه ارادتها وعزيمتها اصبحت نموذج ملهم لكل الاشخاص ذوي الاراده. صديقتنا شخصية جميلة محبوبة، ابتسامتها القوية وعزيمتها القوية وقوة إرادتها قدرت إن هي تواجه كل الصعوبات كل الضغوطات باستخدام عكازين. بتخرج للمدينة اللي هي مقيمة فيها وبتعيش حياتها بصورة طبيعية بقوة الإرادة وقوة العزيمة. أنت قادر على النجاح وقادر على العطاء. زي ما احنا شايفين باستخدام العكازين تبدأ إن هي تمشي. العكازات ساعدتها كتير على تخطي الإعاقة. صديقتنا بقوة إرادتها وقوة عزيمتها نجحت إن هي تعيش حياتها.